أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن
إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد رزقنا إن شاء الله نكمل بينا أيضا بقول يا لبي أفرطا سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول وحي أوران دونان السفهاء كو السفهاء بجهاشة ومن الناس تتكمده ما ولاهم مسلمين تمحاك شيدي محمد صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم قبلته ذي التي قبلها سو كانوا عليها يكسوا نايين ويؤتوا كنشرين بيت المقدس. قل وحتى هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لله المشرق والمغرب إلهي بيقصوا نايين قرحك صباح يا قرحك دعا جهوي قدم يهدي إلهي واهنونيا من يشاء كي أضون إلى صراط مستقيم جدت وصنب إلهي كوهنونيا. آيات كان آيات نكبل آميسا وحا أي كوهرميا تحويل القبلة وريشنتي قبلة لسو ريشي إنه محمد صلى الله عليه وسلم يدو مكور الله عمري إنه أتو كنشري بيت المقدس إنه أتو كذو إلهي سبحانه وتعالى هذا أمر كسي إنه كعبدة قبلة كنكتو. سيد حديث تلمام أيان رسولك صلى الله عليه وسلم سقوم مكتشو قحط أيام مات أمر روحه كهستي إنه قابله بيت المقدس صخرة بيت المقدس مكان النبي عليه السلام قبلة كعبدة نواتش على إنه أتو كذو مركا حكوب بيجي حقي قبلة ذو كحكي تابو كعبدة نكوب بيجي كذي سو كعبدة نقول شيستو قبلة ذي كشي سنة أني يستو مركي مدينة وتجي النبي صلى الله عليه وسلم يوحي شرودي أي اللي بتشي هكلا نقدين كعبدة إياه بيت المقدس كعبدة نكون فرب يكسر حكته بيت المقدس نقول قيوب كحية مكان النبي عليه السلام بقية طوام بلاد أما صدبية طوام بلاد مدة أيو أتو كني بيت المقدس سقوا شعل إن الله سبحانه وتعالى قبل الله وقال لك وكعبده والنبي الله إبراهيم ورسي عليه السلام لما ضبط سقال السي مركا تاسي آيات كدما كوه رمي دونا نبي قصد أوتش على سمد وويغي إلهي أبرياي لكن وحا كدلان دونا وآه إن يسوي دين دونان كو السف هذا أهي وحما قرد كاه أما هنقضان يهود واسمكي كيس واستيتين يسحق ويقو أق إنو قبل دي سواي كعبده طاه أما كوا المشركين تها هذا، أما كوا المنافقين تها كده اللي لي دين تها نقضينه. إن يسوي دين دونا النبي محمد كبر نعبي وشيء سنية. ما كان حاجة سوء تكنيه، ما كان حاجة نوء تكنيه. وأنا ورا السنة كم عالم ميل وشيء سنية أنا إلى هذا. تصير هيك سوى رب سبحانه وتعالى سيقول وحي أورن دونا. أنت أنا أورني بيل هيك سوى رهيم كه. كواس في هذا وحي أورن دونا المحاكة شيء محمد يا أصحابتي سقبل الذي يوسف كشرين بيت المقدس. وعد كنت رابع إلهي سبحانه وتعالى مشرقي مغرب إلهي باله إلهي معنا كهنونية جدك التوصن عدي وضونة وقرطه أي إلهي سبحانه وتعالى وقره هداية داسي مؤمنين تأيي مركاسي كواسي أمة محمد وإلهي سبحانه وتعالى قبل ذا نسي يكون هنونية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكما هديناكم إلى هذه القبلة سأن قبل ذلك عمد إذن كهانون نيدين كان سين السلم بده أي جعلناكم أردين كي يلي أمة وسطا أمة خيار أه وعدول أه خيار معنى حوي أمة خير بدن وعدالة له ومرخاتي لقلين كرو إلهي أكت سبحانه وتعالى مرخاتي قلي كرتا ومضاها هي النبي ذا وكل مرخاتي فوري كرتا إلهي ذا كدقا لتكون سوى هاتان شهداء أقوى مرخاتكوا على الناس دتك بناء ذلك مرخاتكوا ما أنت قيامها يا مرخاتي كفر يسندتك النبي ذو السوء قرسيين رسالة ذو السوء ديبي ويكون دبنا وهذا الرسول رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام شهيدا عليكم مدي ذلك مرخاتي ذكوا ومعتي مرخاتي فريه
إنه يدسو قرسي حقي وما جعلنا كمان نايلين بي لحيره القبلة قبلتي التي تاسو كنت عليها آت كسو نايد وبيت المقصد كان شرط مركي هوري إلا مويان لنا علم السيان وقانو ولوم وشي معنى إلهي وعقيها من يتبع الرسول عد الرسول كراعي سير رميسان إسامك لسوريتيو ممن مد إن لقى الصعوع لقى أقاد ينقلب كاللابتا على عقبيه عربتي سكاللابتا ودين تبصاك كتغا وإن كانت وإنها كانت وإنها تحويل كاس أبو وريشين تاسك عبد الله وريشي قبل الله وريشي كانت وحي هيدا كبيرة مدك علص بي هيدا كعوين إلا على الذين هدى الله كوى إلى هاي هنونية موياني قبل الله هورك سو تشيستو قبل عصبة لسمية أسوتو كذا ضدك ويكوات كيبي إلى هاي بي سبحانه وتعالى بني عادك روح عاديستو هروق مطر وما كان الله إلى هاينا معها ليضيعكم ليضيع إيمانكم مد إيمانك إني صلاة ديني عبادة ديني هور الله من أي معها أنت قبل الله هورك تكنيستينا إلى هاي وحي عماتي يعني صلاة كتين ربوي الحفظ تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أيضا إلهي سبحانه وتعالى قيمت روحك كحد ليا سدا إلهي سبحانه وتعالى قبل ذا بماتي أسوريتي كعبد إلهي وقدقي أو نعمة وينة أي إلهي سبحانه وتعالى أمة محمد هدي آته إلهي وحيد كدقي أمة عدالة له وصد معنا وحلو تشيدة خيار أهل خيرة وما داد عدالة له فسقي يحمان أهينة عدل جوا حلوتش هذا قف كيونو مرخات الجلي كرو نهر ما يسنكرو يعني ما هذا الكيس قيمة ليه إلهي بين كذا جاء أمد عدولة وقيامه ما كله سوي ما دو النبي يدي يوم ضحى سعي مرمان أي ده رب وانو قارسيني أمد ين لأن أنا بسوي قارسين مرخات جا عدة فرصة وأمة محمد بين إلهي سبحانه وتعالى وجاب عادو عشي بدل وإلهي أمد الشرف كسي هجاء ما تكو جات المكر لين سوي قارسيين ما دبر كذا بيني إله كتاب كأجل بنضوج شكت أو نكآخر سنة النبي يقول بأمة ديسي قارسي أو كدالة أو كرفاضي مرخاتي كتاب كمان وحي سنة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سواء مضاها ما تبني آدم كمان تقيما مرخاتي يقول نقطان بإله إذا كان لقى أمة داسي وسط كأهي عادل كأه إذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيام مرخاتي إذا كان أهان دون وسيقى مرخاتي كاللود دوني مايو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء بأهي سبحانه وتعالى وما جعلنا إلهي ما كنت كورهم سبحانه وتعالى قيمه ومضنا لله هذه حالة هرون كراعضه وإلهي كورهم يقب الذي نعم حبدوته كان شريع أصحابته إيه اللي قوريتي أمر كاهوري اللي سيئي إيه أمر كاللباد إيه وريتشنته حكمة إلهي كله سبحانه وتعالى لا يقول قبلتي هوريد قلت كان شرته كمان نايلين وريجنتيده الا مويان لنا علما يعني لنعلم ان نظمات علم الظهور بالله هذا ان لم وجي وي او لكلا صار وامتحان وعلى كلا صار يا كرسول كراعان عكس لو جيديو اياك علبتيسا كنقدي معا كشكي دينته يا رسول كشكي اساس دينك كتغا قار كود با كتغي قار با شك كلي انت بدنيد المؤمنين تهيدا وي كراعي النبي صلى الله عليه وسلم بل يجوا صلاة كتيرة أيها قارك الله شجع وصلاة عصر بني بجهر سبلا ما كيماتي وتكذي كعبد أسود تكذو مكان إلا تكذب أنتو بحي أيه قرأك رأي رحب سانتيو تكنيسة أيه كجاري رب بني سلمان لنشري ودقناها كيماتي وكذي سيب أن سوق بلتينكو لبنا وحب ماتي يجوا تكني يمر والله إني بحضر سوق تكذي أو أشي استك عبد أبوشي استبوي يجوا صلاة كتيرة أيه كلو وريجي سأمرك وقادنا يا نخصها قال الله تبارك وتعالى وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وريتش أنت كعبد الله وري قبل ذا الوريتش بيت المقدس الذي كوريتش كعبد أوتشيست الذي لي وعلس تبين هاي سبحانه وتعالى وأمر علس واسبدل وين ونفت بن هذا كأكو أذك أنت إلى هاي هنولي مو يعني أكو أذك عنيس وعادة أنت بنات بن هذاكو هروق ما تجاو أكو أذك يعني إلهي عيدنا هذا ما عيدوا حكم ورمي يا سؤال بالسويدي وإله دماتي أصحاب بدن وكم من أصحابتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هبل إيه هبل إيه هبل وقبل ضع هوري جوته كان يساس كشه كل انتي ترى صلاة دو دي دين تو دي مكك عبا أي سويدي إلهي سبحانه وتعالى تاسك كشوابية
وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى عبادة دينية صلاة دينية إيمانك أو رتم عدين عبادة أو رتم عدين قبل الله ركوت كحدنا إلى هاي نكلم من ما سبحانه وتعالى والذين أشر كذي إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إلى هاي سبحانه وتعالى أدومه سعد وامد ما في عن حريص بدن أو رأفد وحوي وشدة الرحمة حريص مركسيد ما في عن بضطه رأف على إله ذا إلى الرحيم تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى قد حقيقة نرى وأركينا تقلب وجهك وجهك قد أجد قديس في السماء السماء حقيدة يعني نظرك إلى السماء إن وجهك على يعني السماء أجد دنيس أدور رجينا يا إن إلهي أمر سود تشيو نبي محمد وأرك يا إلهي سبحانه وتعالى فلن نولينك كوجد دنيه وأن كوجد دونه قبلة ترضاها قبلة أرالك تهي وكعبة إلهي أيام قبلة كعبد قدونا فولي وجهك وجهك أجدي شطر المسجد الحرام نحو المسجد الحرام حق مساجدك حرمة الله أجدي وجهك مكة تكنيس وحيثما كنتم ميلا ليانا ميشي أجوكتانا فولوا وجوهكم شطره وجيدين أسو جيدية شطر المسجد الحرام حق ويتكحيق مساجدك حرمة الله وإن الذين أوتوا الكتاب كتابك لسي يهودي النصارى بره ليعلمون ويعجيهن أنه وريتين تاسك عبد الذين وريتي الحق إنه حقي هاي من ربي حق ربك سودك وهي كتابك وذا كتاب الله النبي صبح دونك قبل ذي سائر نقض نعتبك عبده وما الله إلى حين ما أهان بغافل المتك ورلا أما يعملون وهي عمل فريا لمخالفة الدين تاع خلاف يعني كتاب كوده إلهي سبحانه وتعالى وأوجيها وأنك لحسا تمدونه نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى إلهي شجيب وها سمد وما تيجي شر كرب يسجد دعاء سنة يا أو رجينا يا إلهي سبحانه وتعالى إنه أُجديه بيت المقدس كعبد الأسود أُجديه جذز جو حاجة أُجديه بيت المقدس عربوي كدي دنا أنا وحي الله عين هادونا إبراهيم دين تيسا هيستم هو كعبد الأسود سواه يهودنا waxay run jireen haduu qibladii anbiyaada ayada u soo jeestay muxuu diinteedu soo raac waayay marka labadooda ma tii yani waxa kaga socday ma ta dhaleeceyn ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu horo xukumay oo kutubaha horo uu ku sheegay in nabigaasi ugu dambeeyay akhri zamaanka ay doona ay qibladii soo noqoto kaacabada markii ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigaana wuxuu jecelaysay halka inuu u jeesto ilaahay subhanahu wa ta'ala sawnaa maxamed u bishaarinay waxa wuri wa arkana anay maxamed wajigaaga sabada u jeedinay sawd ilaahay bariyayso إلهي سبحانه وتعالى قبل عرض عليك تيب كوتشي دنيا وإلهي واقع قبلي وتشي دي وتشي جاها له كاحي جم ساشك حرمة لي مؤمنين تهدي عتيني محمد رعسان أمريكا استوى أشوكتا كعبد إلهي أسوه شيء استمك تكن إنسان سلاس إني حق تحي أهل الكتاب لو يوجي بين إلهي سبحانه وتعالى لي ويهود ويجماعة أكتهاي ويا كتاب كودي أي ساس وقرن تحي ودي إلهي والد دي هنا ويكون خلافين وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن هدي أتيت أدك أكيتو الذين كوي أوتوا الكتاب كتابك لسيها داد ولتماده بكل آية آية كستأوت كوقن عنيسو والدليل كستأوت كيتو إن القبلة القسو ورتي صحتها ما تبعوا قبلتك قبلة ذا إلهي كوشي ديكو راعي مايا وما أنت أدون متهد بتابع المذكر راعي قبلتهم قبلة أوتشي سنة يا ذكر راعي ميسي قبلك دقن ميسي وما بعضهم بركودنا ما أهب بتابع كوك راعي قبلة بعد مرك قبلة ذوده وكريستان قبل إليهين يهودنا قبلك إلى ذا ولئن اتبعت هدي راع أهواءهم هو ذوده دين ما هيستان وواحد نفته ذو تشعشي ديك دقن يعني هو ذوده وحي تشعرين هذا الكرة عضو من بعد كذب ما جاءك وحي كويمي أو من العلم أقوني علمي وحيا إنك أذو إذا فعلت ذلك هذا صدصي يا شلا من الظالمين ظالمين تتكم من قنسة وحي الحي لي سبحانه وتعالى كوا أهل كتابك يقول أغن الحق السوق تهي ورجيت لك ورجي حق أي تهي هذا آيات كستوك يتوت كوا أخذوا كلاد عيسو مرنبا ماها كوا قبل كوسو راعية way wax ay go'aan sadeen anaad iyo dhagaadeeg inay ku khilaafaan wax kasta ay ku khilaafaan adiguna ma tihid mid raaciyo
tabiladooda u jeesanayo dib ugu noqonaya matiid saasa kala tiibay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida baa la kariyay laabanta iyaguna israaci maayaano yahuudi iyo nasaara midkoodna midku raaci maayo qibladiisa hadii aad raacdo waxa ay kugu baaqayaan ee ay diin ku sheegayaan Ilaahay uu nasaxay hadii imaatay wax ka jireen hadii kale ayuu ku dareenba intii xaq ku yimid dabadeed hadii aad iyaga ku raacdo daalibintaad ka mid noqonaysaa yaani min al kaafirin waad kufri doontaa oo daalimintaad ka mid noqon doontaa baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala alladhiina aataynaahum alkitaaba ya'rifuunahu kama ya'rifuuna abnaa'ahum qaala allahu ta'aala waxa Ilaahay yidhi isagoo ka waramaya nimanka ahlu kitaabka ay sidii maxamed u yaqaaneen haddana u diidanaayeen alladhiina kuwii aataynaahum alkitaaba kitaabka aanu siinay ya'rifuunahu ya'rifuuna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nimanka maxamed way garanayaan kama ya'rifuuna say u garanayaan abnaa'ahum wiilasha ay dhaleen saasoo kale maxamed u garanaya wa inna fariiqan qayb oo minhum iyaga ka midina la yaktumuuna alxaqa xaqa ay garanayaan oo sifaadka nebi maxamed leeyahay ah way garanayaan wahum yaclamuuna iyagoo og inuu sifaadka nebi maxamed yahay oo nebi maxamed rasuulka ilaahay yahay sallallahu calayhi wasalam yacni sida u garanayaan ee sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa ay u hayaan ayaa ilaahay wuxuu ku mathaalay subxaanahu wa tacaala ubadkooda ilmo maata aabo waliba ilmihiisa wuu yaqaana haddii boqolaal caruur lagu dhexdo ilmahaagi mid garan waayeysa waad ka soo dhex saaraysa waa ilmahaagi wey sidaas qof waliba ilmihiisa u yaqaano ayay nin kastoo maata yacni ka mid a ahlu kitaabka ama yahuuddu ay nebi maxamed u garanayaan tilmaamihiisa cumar bin khadaab baa wuxuu weydiiyey baa la dhahdaa cabdullaahi bin salaam oo ah caalim ahaa oo yahuudda ka mid ahaa oo soo islaamay oo diinta qaatay saxaabi asxaabta ka mid a buu noqday wuxuu yihi cabdullaahi bin salaam oo ilaahay wuxuu yidhi nebi maxamed waxaa u garanaysa sidaad ubadkaaga u garanaysee ma sidaasaa buu yidhi sidaad ilmahaaga u taqaana miyaad nebi maxamed u taqaanaa maxamed nebi maxamed waaba kasi uga sii aqoon badanahay buu yidhi oo taasi u dhacday wuxuu yidhi isaga ilaahay baa iga sheegay inuu rasuulkii yahay laakiin ilmahayga miyaan hubaa hadii arbay islaanta meelaha wax ka keentay yacni sida u yaqaano ayuu ka tilmaamaya alladhiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna se ilmahooda u yaqaanaan bay u yaqaanaan maca dalika way diidan yihiin wina fariiqa minhum la yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun in badan oo ka midih xaqay qaranayaan bay ilaahay iyagoo garanaya qaala tacaala alxaqu min rabbik xaqu min rabbika xagga rabbigaa buu ka ahaaday xagga ilaahay buu ka yimi subxaanahu wa tacaala oo macnaa waxyigaa kuu yimi iyo risaalada ilaahay kuu doortay nebi maxamedow waa xaq falaa takuunannaha ka mid ahaane min almumtariina min ashaakiina fiihi kuwa ka shakisan adigu ha ka mid noqonin laa tamtar yacni ha shakiin weeye nebi maxamed calayhi salaam ma shakiin laakiin innagaa laynoo digayaa la leeyahay nebi maxamed xaq buu ahaaya ha ka shakiina ba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala way socotaa maanta runtii ilaa waagaana way socotay barnaamijyo taxabaa jira oo lagaga shakisanaya maanta dhallinyarada asaasiyaadka diintu ay leedahay rasuulullahi maxamed rasuulnimadiisa maxaad ka ogtay baa la leeyahay qur-aanku inuu ilaahay kalaamkiisii maxaad ka taqaanaa yaa tashkiik baa jira mawjaad baa jira tashkiik la yidhaahdo oo ka shakisiin ah oo baraha bulshada ka buuxa dhallinyaradu waa inay aada u feejignaadaan weeye walikullin wijhatun huwa muwalliha walikullin walikullin min alumam kulli ummatin min alumam ummad kastoo ummadaha ka mid ahayd nabiyada loo soo diray wijhatun ay qiblatun qibla gaara bay lahayd huwa kaasoo ilaahay subxaana mawalliha u jeediyey markay salaada istukanaya oo ilaahay amray inay u jeestaan fastabiqu lkhayraat khayraatka u baratama iyo amarka ilaahay subxaana wa tacaala qaadashadiisa aynamaa takuunu meel kastoo aad ahaataanba ya'ti bikum allahu ilaahay baa idin keeni doonaa jamiica sa u dhantihiin maalinta qiyaamaha laydinma soo wada xaadirinaya ee camalkiina si loo abaalmariyo ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahayna shay walba waa ka awooda subxaanahu wa tacaala qiblada jeedinteedu waa amar ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala ummadihii aad soo maray adduunyadan ee nebiyada loo soo diray ummad kastaaba ilaahay bay caabudaysay ummad kastaaba way tukanaysay ummad walba qibla gaar bay iska lahayd bay ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka qiblada qaabilitaankeedu waa amar ilaahay haddii lagu amro inaad dhinaca u jeesato ilaahay ku amro waa inaad jeesataa haddii lagu amro inaad ka jeesatana waa inaad ka jeesataa ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa waxa weeye waa imtixaan matalan marka xajka lagu jiro
waxba laga xarimaya ya darxila ta laga xarimaya ila timah goysa laga xarimaya waxa soo dhawaa ka xaraan inta muhrim ka tahay hadana marka muxuu ahaay la gaalayo maati carraf la soo dhameeyay laga soo dhamaado maalinta tobnaad la gaado inaad timi xirta waa kugu waajib ya darxila taana waa ku banaanta yaani waxa weey xishal ka xarinaba maanta hadana lagu waajibinaya kana amar buu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyay kana waa amar kale ilaahay ku siiyay subxaanahu wa ta'aala soomku waa la mid maalinta oo dhan waxa cunin baa lagu leeyahay haddana marka gobolku dhac waxa la weeyaa kuwa xalaal wixii ma ka xaraan tahay cun baa lagu leeyahay marka ilaahay amarkiisu waa kaas wax weeye amarka alla ayaad u hoggaansanaata uun qibla ay lahaayeen ummadihii hore hadna qibla aad leedahay yahuudi qibla ay leedahay kristaan qibla ay leeyihiin qiblada ilaahay baa amra subxaanahu wa tacaala walikulli ummati walikulli wajhatin huwa muwalliha mid kasta ummadaha ka mid waji buu lahaa ama qibluu lahaa loo jeediyey oo ilaahay u jeediyey subxaanahu wa tacaala khayraadka u baratan waa amarka ilaahay unu hoggaansanaada mar walba meel alla meesha joogtaan rabbi way soo xaadirinaya qiyaamaha waana idinka abaalmarinaya camalkiina ilaahayna shay walba waa ka awooda tabaaraka wa tacaala ومن حيث خرجت من الله يا رماشي عاد أبحضه سفر فولي وجهك وجهك أسو جيدي شطر المسجد الحرام سياسك حرمان لدن عيسى وكاحيقه أسو جيدتو وإنه جيد انت لقو جيدي يكعبضة للحق حقي ويا من ربك حق ربك كيمين وما الله إلهينا معها نم بغافل متكور لا إلهي معها عما تعملون وهذا عمل فليسان ولا سعري تكرار مركه وراي الله واكي سبحانه وتعالى امر كبحيه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره محل لو سعلي مركان لباد مر سدحد ولا سعلي دونا مركان لباد waxay leeyihiin ilaahu subhanahu wa ta'ala cadeynaya in aan loo qaadan in dagaadiga uun marka la dhigayay uun loo jeesareeyay marka safar lagu jirin in amarku socdo oo ilaahay halka safar buu ku xiray subhanahu wa ta'ala ومن حيث خرجت بالين من اللي ماشي اضب حظه ee safaraad ugu baxdana fa walli wajhaka shadra al-masjid al-haram saaska xulmada la xaq ka xiga uu jeeso wa innahu la al-haq min rabbika wa ana haq haqa ilahi subhanahu wa ta'ala kaaga yimi ee dalabkaaga iyo jacaylkaaga oo kaliya ma ahe wa hukm ilahi subhanahu wa ta'ala ya haka utu kataan ba ilahi hukuma wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun wa hada amal fa laysa ardana ilahi subhanahu wa ta'ala kama warla ay wa ogyahay wa anu dala'ani ya tabaraka wa ta'ala ومن حيث خرجت مال على يعني ماشي على ضبحه هو اللي وجهك وجهك وجهي شطر المسجد الحرام ساشك حرمه اللي حقي سو جيتو وحيث ما كنتم مال على ماشي اجوتان ايها المؤمنون فولوا وجوهكم شطره وجهينا حق كعبده يا بيت الله الحرام كا اسو جيدي يا الله سبحانه وتعالى تكرار كاسنا وللتاكيد وعدكين iyey markaas inaani walaac iyo markaas shaki aan yeelanin maadaama ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo tilmaamay wa innaha la kabiiratun illa 'ala alladheena hada Allah way ku weynayd bay ilaahay subxaanahu wa ta'ala amarkaas cidii ilaahay hanuunay min cidii way ku weyntahay marka waxa loogu cilcelinaya say qalbigooda u gasho oo u aaminaan oo ay ugu dhaqmaan oo ay ma taa arkaan amar xaq ilaahay ka socdo adag inuu yahay ayaa loogu soo cilcelinaya la alla yakuna bay ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar saddexaad ka ilaahay wuxuu raacinaya la alla yakuna waxa ugu jeesanaysan kacbada ilaahay subxaanahu wa ta'aala si aanay u ahaanin linnaasi dadku aanay idinku dadka aanay ugu sugnaan calaykum xujjatun korkiina aanay xujo iyo daliil u helin oo aanay markaas idinku la murminba kacbada waxa ugu jeesateen iyo xagga waxa ugu soo jeesateen yaani halka uu wada jeesto amarka qaata bay ilaahay subxaanahu wa ta'aala si markaas ay dagaal imaatay doodu iyo muranku bay idinka hado illa alladheena kuwi mooyaano iyagu aan deyninin dooda إلا الذين كوي ظلموا ظلم يا شرك قلي منهم يا كمدا ماتي قال هذا صبر هذا كمدا كواسي وي مرمي دونا وهذا الكويس ود دونا فلا تخشوهم حق بقنا ويغا هو بقنا حق واخشوني اني كون بقى الله سبحانه وتعالى امرك الهي مركو بخيو عيد كلا لو ما تخغليو الهي مويا تبارك وتعالى بنادك لو ما بقى امر الهي وما كان للمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم روح مؤمن رقي يدبر طانا مبنى أنا بإلهي الله سبحانه وتعالى مرة دي إلهي أمر حكمه يعني وحكى لما تأيغان واختيار كي يشان ومبنى أنا ومن ذلك بإلهي سبحانه وتعالى لي يكواه وقبغننا أمر كإلهي إن فلسان هكبغننا أنا قبغض
أوامر بدل الله إلهي في ما سبحانه أن أمره أي مات بن آدم لوجا بقى ولا مات فلن تيده وأنا نقول وات يعني عيب سنة يا أيه وأنا نقول قب سنة يا أيه اعتراف كبا ينجح خب سام يا أيه يعني وهي راح طلب بعض بعض لوجا بقى بن آدم كمان لوجا بقى وحي إلهي سبحانه وتعالى أمره إن لفليه بن آدم بل لوجا بقى مات إلهي فلي فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم وحكروا على ذي كتشي ذي بين هلي سبحانه وتعالى قبلته لأتم سيان ذي كل ما يسر نعمتي عليكم قال لي الله يكون يكون أي ما تكون متعلق تعي سي ذاتك عليه كتشي ذي كل ما بالي ذي كتشي ذي لأتم بالي ذي كتشي ذي قبلته إن الذين دم يسر نعمتي عليكم نعمة إسلامك إن الدين دم يسر ودين تينو عيمات دين مستقلة أو قبلة قارة له أو سيمة قارة عبادة قارة لا يدين نقطه أيارك قبلة يدين كتشي دي بإله الله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون لكي تهتدوا إنا هنونتان وهداية دي إله سبحانه وتعالى حق أكو هنونتان أيار يدين كتشي دي هالكاس كما أرسلنا فيكم رسولا كذلك أرسلنا فيكم رسولا كما الله سبحانه ما يعني متعلق تيد وركواه وراء يعني نعم كاي لهي سبحانه يسود شيء سيان حجلا إن كهيل سن عمد عادي كنا ما يستروا سد أصل لك بأرسلنا فيكم عارضين صادرنا رسول الرسول ما عارضين صادرنا منكم إذن كإذن كم ده هو يتلو عليكم إذن كنت الأخرى آياتنا آيات كذا إذن كنت الأخرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهي لهي كون ما ينوي هاي النعمة سو درستي سوى النعمة إلى هاي سبحانه وتعالى ومضر ما تقول نعمة مركز سدى الله سبحانه وتعالى النعمة إذا كنا ما يستريبها وحاق نعم كيسا كم إذا إنه رسول الله إذين صدره وإذا كسو دحصاره وأن رسول كي نبي الله إبراهيم يا نبي إسماعيل كدعيه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة درس يا حارس وقعدنا النبي واتي دعاء كشرتي النبي إبراهيم يدعيني يعني النبي الله إسماعيل إلى هو بطك يقع واحد خصو نحصة الرسول يا كمدة وحق أشياء وكتاب كبره وتسكيه وما تي الظهيرة وحماد يشرك وكذ الظهيرة تيما إلى هاي سبحانه وتعالى وأقبله مركز إلى هو حلي أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم يعني صدق واهر نعم كهرباء الدين سين سلم بده أي أرسلنا فيكم هذا خصو نحصة الرسول منكم رسول إذا كيدا كملا وأجر الإنسان وأبترسين تيسي يدقن كيسي وأجر الإنسان يخلق ديس رسول كاسو يتلو عليكم إذا كنتم الأخرية آياتنا آيات كيجا إذا كنتم الأخرية أو قرآن كريم كايد المقاشيو إذا برا ويزكيكم ويطهركم إذا طهرة أو شرك إذا كطهرة أو فسق إذا كطهرة أو إذا كنت ظهيرا أخلاق حمد يدقن حمده هل كعربي تاغنين مكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهل كن نبي محمد كغتقي عليه الصلاة والسلام لبا آدو كالفقوي وحيان أمد شركك عابده وصنمك عابده ودقح عابده وحيان أمد يغو استلمده ومدى مدك حقوه يهي ماتي بابطة ودعه وحيان أمد أبدك وضع آسته وعروته وضع آسته يغور نور وحيان أمد يعني آن أخلاق يدقن مدنا آن لهين بهايه نعم محمد لا إله صدر سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم مركز سيد الله سبحانه وكذا أمضها عالم كوردن هو جانوه مضي عالم كوردن ابن آدم كوردن هو جامسه وأدين كه جامسه وحي إله كه جامسه وعدالة كه جامسه عدالة الله صدقته ونقمنا جي أخلاقنا قال قد يده وتوحيد قال قد يده وعدالة قال قد يده أي نقدين وحكذا جينا محمد عليه الصلاة والسلام سودريستي سي iyey ma ka quraanka kariimka lagu soo dajiyay sida uu quraanku u bedelay ummadaasi yaani iyagoo aan waxba aan ahayn ka dhigay ummadii caalamka ugu hoggaanka u ahayd ayaa maanta kitaabki Ilaahay iyo sunniga nabiga uu dhixiyaalay hadeen ku dhaqano waxaanu noqon doonaa ummad ummadaha hoggaamisa xaqiiq weeye taasi in Allah yarfa bi hada kitaabi aqwaaman wayadhu bihi aakhiriban nabiga uu sallallahu alayhi wasallam kitaabku ma Ilaahay dadna kor ugu qaada oo Ilaahay hoggaan uga dhiga caalamka qaarna Ilaahay hoos buu ugu dhiga markay dayacaan ما توينو برنا آد بينو حفظنا لكن فهم كيس يكون نقل كيس وين نجمع قيهاي مكائن إنه اهتمام بانسين كتاب كإله بينه كقادرنا ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمكم الكتابة كتاب كإنه يدبره وقرآن كه
والحكمة حكمة إذن برو يعني ما فيه من الأحكام هي أحكام كجرة هي حكم كيماتي أخلاقيات كي وناك آدابت كجرته إنه إذن برو عيال لسه الدرين النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمكم إن إذن برو ما لم تكونوا تعلمون وحيدا هروا أقوم بإله سبحانه وتعالى علم أيضا اللحين أي إذن برايا علم وجهري مشرين قرآن الكريم كا وكان النبي قاصر صوت النبي إله سبحانه وتعالى كم ذا النعم كإلى هاي نسي إلى هاي ذنب يستري فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا فاذكروني حس إلى هاي الله سبحانه وتعالى حس كيجا بضيع صلاة وطبعة وذكري قرآن كأقرس كيسوا ذكري تصبيح دوا ذكري يحمدكم استغفار دوا ذكري سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكري فاذكروني يحس ما إله إلا سبحانه وتعالى وحس كي جويني وما تي بضيع هبير يمارين سبحوه بكرة الواصيل ما إله سبحانه وتعالى إله التصبيح صدق الهراج يقل الدبادي وقت والبع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ما إله أمانة كوا ما تي فرقة يشيفك يشوقك أنت ما تي يعني إله حصية أي إله أمانة سبحانه وتعالى أمر كاسى إلهي نسينا يذكر إلهي إلا بضيه أوقفوا إلهي كحنا فاذكروني إحصى أذكركم أجاسيكم عنه وأنا ذكاء على المريض دونايو أنه هذا الحس بإلهي الله سبحانه وتعالى حس كإلهي محن قنية إلهي أدونك وحصى وأدون إلهي سبحانه وتعالى ودرجة سيوي ربك حصية ورحمة سين حريسي سكسيرية وما يعني كإلارنا يكو حفظية حديث القدس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقصه وليبا وحا وحا إلهي سبحانه وتعالى وحا أولي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي قفك سوى كل جيئة إحصى حصوصته إلهي الله سبحانه وتعالى عظمة ذي وينانتي ذي ذكر إلهي صفات كيس حصوصته إحصى نفت إذا كحصى إلهي سبحانه وتعالى يعني سيخ خاصة نوعية يعني أحمد قارة ين حريص قارا سيما إلى هلا سبحانه وتعالى أضون كاس روح يقدر حصة يقوينه يميل وده شوبه وملأ أول سويمي يق حصة صفات كي عظمة دي وينات إذا كش يقنا ملأ أم بشركة سي ويق حد حصة شركة وين يجمع كوين وملأ إكتر أحد إذا أيام كش يق أبي إله سبحانه وتعالى كود رجع أدي أبو سريس تذكر شن الله عرش إله الله علينا إيمان القيامة يتضبطها وحكشري رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شخص يسقو كل جئة أنتو إلهي حصوص سبحانه وتعالى أو إلهي سوى حاضري عدم ديسي ويناتي سي صفات كيسة ده بعدنا عنده سوى المكتمي ومعتي يعني خشوعي أبا ما تقلبي سقوي وحكم دي يكوى إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أسئوها رينا يوم بعد كل التاقيه الله ينقم دي سبحانه وتعالى وحصل له بأيه ما تعرف كينا برنو ذكر إلهي سبحانه وتعالى oo gorobo weyno banay waadik wax way wa amalka uguna khayrka badan uguna hawsha yar salaad waxay ka rabtaa dahara iyo weyso soo ka marabo dad dahara la leeyahay kala wasumid hada socoto hada jiifto hada maad yani ordays hada shaqaysanayso hada fadhido inta baa ku maati marbo ku banay hada daahirtay hada daahir ahayn marbo ku furay marka waadikrigu wax way wa maati ma cibaadada kaliya ee aan qofu marnaba ka qaadi karin weey إلهي سبحانه وتعالى هو شكروا لي إيش شكر نقا ونعم كارنسية كشكر نقا بين إلهي سبحانه وتعالى إلهي النعم كيس مطركنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مكوا بكرتين مطرين كرتين إلهي إن هذا نقول علي سبحانه وتعالى ولا تكفروني هكا كفرين النعمة ضيدة كفر النعمة وحوي معنا إن الضفرة وإلهي نوح كسيبة الضفرته وحوي معاصي سميسوها كذي إلهي كعابد إلهي aad macaasi ku sameeyso wixii Ilaahay ku sii hantida Alla ku sii inaad ku tubato oo ummada ku wareeriso oo fisqi iyo xumaan ku maato ummada ugu horseedo waa kufri weey kufr nicma la ilaahda nicmada Ilaahay baad ka kufrida subhana wa ta'ala marka Ilaahay wuxuu leeyahay shukr naqa waxa aad siiyay ugu shukr naqa hadii Ilaahay aqal ku sii hadii Ilaahay cilmi ku sii hadii Ilaahay diin ku sii hadii maal lagu sii hadii awlaad lagu sii waxa la wixii Alla ku sii ka shukr naq hada shukr naqna waa lagu sii siyaadi doona hada kufridana إلهي سبحانه وتعالى غني بكايا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهو استعينوا كالميستا وأمورهن الدنيا آخر وأكالميستا بالصبر
sabirka kaalmaysta sabirka waxa lagu dhaafaa waxa la yaa wixii adag oo dhan adduunka wixii ka hor yimaada sabir baa lagu dhaafaa daacadka ilaahay sabir bay kaaga baahan yihiin iyo soomka iyo salaadu ee macaasada ka tagisteedu sabir bay kaaga baahan tahay imtixaanada kugu imanaya sabir bay ku baahan yihiin lagu dhaafaa istaciinu bisabri sabirka kaalmaysta baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wassalaati salaadna kaalmaysta oo yacni ilaahay subxaana wa tacaala u tukada marka waxay ku yimaadaan ee waxay ka culaysay ku yimaadaan xagga ilaahay u cararna subxaana wa tacaala oo salaada gala nabigu calayhi salaatu wasalaam markay arrimaha adiga ku yimaadaan salaad buu geli jiray taasuu ilaahay ku bari jiray waayo waa munaajaat ilaahay lala munaajoonayo subxaana wa tacaala wax la weydiisanayo ina allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala maca asaabiriin kuwa sabriya ilaahay la jira oo ilaahay gargaarkiisa u siinaya tabaaraka wa tacaala allah inaga ma digo wallahu aclam wabillahi tawfiq.